سيريزال الجدي دونك باش نحكيوا على الفان دو ماتش اللي صار خاصه مع ايمن ملول اللي مشى لضربه الجزاء وانت مشيت ومن غادي نقولوا احنا بين ظفرين بدير خليف الكبير مع نهايه المباراه. ما يلزمناش نهبطوا المستوى هذا ونتكلموا في ترهات اليوم احنا في جوله اولى يلزمنا نتكلموا على كره قدم نتمنوا موسمنا يكون طيب وهذاك علاش ماذا بيا ما ندخلش في المهاترات هذيا ومستوانا يلزم ارقى الله يهدي اللي كان السبب كل ما صار اني مشيت نقلت باش نحاول نعلموا شو اسمه الجوج دو توش اللي كون القرار تاعو سليم الا وقع منعنا من ان نتنقلوا بطريقه فيها عنف ومع الاسف فما ناس اللي تطور خلت روحها يعني تصور انت تحط روحها في سيتياسيون تاع هي الـ يعني الـ الـ مش المضره الوغ هم سبب التضرر. انا شوف مستوايا ارقى من هذايا دونك جو با رونتري دون سي ديتاي لا. انا اللي حاب نقوله لك اللي انا مربي قبل كل شيء دونك توسكو وشفت مليح في الميدان اللي حاولت نبعد على الترهات هذه الكل واللي يهمني هو التركيز على الفريق تاعي وهذاك اللي عملته ونعرف اللي لي زانستونس اللي موجودين في التيران ils sont au courant de tout ils ont tout vu شافوا كل شيء شنو اللي صار لانهم عندنا ثقه فيهم خاصه انا شفت اللي كون الاطار اللي قاعد يراقب المباراه شافوا منين جات يعني التصرفات هذه. سي لذا بكري برشا جوله الاولى رانا يعني والماتش ساعات نقولوا اوروزون ماهوش تلفزيون هي في مقابلك هاو مقابله كما قلت لك فما ظروف المقابلة شوفها فريق متفوق حتى الخمسة وسبعين والثمانين دقيقة وبعد في الأخر يخسر تتقبل بسهولة مي نعديها. قلت لك نقعدوا على النوت بوزيتيف أنه لسعد الدريدي بعد ما رجع له شاهد العقل والكل جاء اعتذر من الفريق وجاء اعتذر من الإطار الفني وجاء اعتذر من الناس الكل نقعدوا على الشيء به وإن شاء الله ما عادش نشوفوها الشيء هذه في الملاعب نتاعنا إن شاء الله. سي رضا شرف الدين يقول أنه لسعد الدريدي اعتذر لك يعني فما صارت حاجة ما بينكم حتى رينيا هو بعد فيسيري خالد وراك أنا اللي نعرفه هو أنا وقع الاعتداء عليا ما نحبش نقول مشكول على خاطر ما يهمنيش ثم نون سولمون قال اعتداء عليا السيد اللي اعتدى عليا جرح روحه وقال شوفوا اش عمل لي في التيران وين انت يا اخي وبعد المباراه في نهايه المباراه شفت مليح كيفاش الناس تجري وغيره دونك انا جي جو في با رونتري دون سي ديتاي لا على خاطر بصراحه مش هذايا باش يخلي كره القدم تاعنا تطور. سي فري ديفيت ما كناش نستحقوها خاطر على لونسامبل دو ماتش كنا مينيموم نستحقوا هالنقطه خلينا نشوفوا معناها الهدف اسكو معناها فيه مخالفه ولا لا هذاك من بعد موضوع اخر لكن لو بلوز امبورتون نحب نشكر اللاعبيه سيرتو على الفولونتي الكبيره روندمون كبير اليوم عملوه بريمير ميتون في سخانه كيما هذه دوميني وتحط الفريق المنافس معناها في شتر تيران تاعو بريسينغ او ترانزيسيون قويه عملنا كل شيء براتيكمون بريمير ميتون خرجنا رابحين مي مالوروزمون دوزيام ميتون تعرف اللي فما الفاتيغ وديبي شامبيون ما تنجمش تشد بنفس الريتم ماتش كامل النجم الساحلي اللي عمل لي شونجمون معناها اللي عملوا الديفيرونس بالنسبه لنا احنا عندنا ملاعبيه اللي تعبوا حاولنا معناها باش ندخلوا جسم الحمدوني ابري دي جور معناها روبو ما نجمش يعطيك معناها ساتيسفاكسيون وقت اللي يهبط ما كانش 100% مالغري تو سا النادي بنزرتي كان نجم يقتل المباراه نتاعو في مناسبتين ولا ثلاثه اونكور اون فوا برافو للملاعبيه نشكرهم برشا على ليتا ديسبري مشكورين على الايفور اللي عملوه مالغري كل شيء اليوم كانوا معناها في المستوى وقدموا مردود محترم جدا باش اليوم حقنا رانا نحكيو على الكور ثم بيلانتي صار فيها معناها اشكال فما هما يقولوا بيلانتي ونحن قلنا سي نورمال الناس الكل تكلمنا مع جد عادي جدا معناها